كان نفسي يبقى في صورة ليا أنا وأنت تجمعنا سوا وأعلقها هنا على الحيطة زي أي أب وابنه زي أي عيلة. أنا مش بقول كده عشان أقول إن مامتك غلطانة، لا طبعا، أنا بس عايزك تعرف إني حاولت، عملت كل اللي أقدر عليه عشان أشوفك بس ما قدرتش. بس لو أنا ما قدرتش أشوفك أنت كده هتقدر تشوفني، تعرفني، تعرف إن أنت أغلى حاجة في حياتي. أنا كان عندي استعداد إن أنا أضحي اللي فاضل في عمري عشان أشوفك مرة واحدة بس.